بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، اول حاجه بسرعه كده اهوت ايه الحاجات اللي ممكن تتسائل في البون. هبتدي بالناس اللي هنا الاول. احنا اتفقنا البوني اوربت في علامات مميزه. العلامات المميزه اول حاجه الفتحات. الفتحه اللي ورا دي هتبقى مين؟ اوبت الكنال. الفيشر اللي فوق دوت سوبيريور اوربيتال فيشر. الفيشر اللي تحت ده ايه؟ انفيريور اوربيتال فيشر. وايه اللي معدي في كل حاجه من دول؟ ادي الاوبتيك كانال في الاخر، وادي سوبيريور وايه وانفيريور اوربيتال فيشر. تمام. حاجه اللي بعد كده اهوت المنطقه ديت اسمها ايه؟ فوق وجوه ناحيه النوز تروكلر فوصة. فوق وبعيد عن النوز هنا اهوت هي دي اللاكريما الفوصة. مين اللي ريليتد هنا؟ لاكريما الجلاند. مين اللي اتاتشد هنا؟ تروكلا بس ولا تروكلا اوف سوبيريور اوبليك ماسل؟ تروكلا اوف سوبيريور اوبليك. العلامه اللي بعد كده جنب النوز على طول بس تحت بقى مش فوق، في حفره اهي، في فراغ اهوت وحفره كبيره. اسمها ايه الحفره دي؟ اسمها لاكريمال جروف مش فصه. مين اللي موجود فيها؟ لاكريمال ساك مش لاكريمال جلاند. اللي ممكن تتسائل في الجزء بتاع الايه؟ البول. تمام. طيب بعد كده هنمسك الايه؟ هنمسك العضلات. طيب انا كده ماسك الاي بول، وادي العضلات اللي موجوده حواليها. طيب اول حاجه هبص عليها هلاقي المنظر ده واضحه قوي اظن. دي جلاند اسمها ايه؟ لاكريمال جلاند. يبقى انت مش هتمسك الاوربت كده، انت عارف المسكه الصح ان اللاكريمال جلاند هتبقى فوق، يبقى كده فوق وكده تحت. يتبقى ان انا عايز اعرف ميديال من ليترال. اعرف ازاي؟ هتلاقي هنا في ايه؟ في عضله هنا باينه جايه من فوق اهيت، واخده كيرف ولفه تاني ولفه حوالين حاجه. الحاجه اللي لفه حوالين دي هتبقى مين؟ تروكلا. بصوا كده، ادي ماسل مايله جايه من ورا طالعه لقدام، لفه وراجعه لورا ولفه حوالين دي، يبقى دي التروكلا. طب هي التروكلا لسه قايلين دلوقتي في البون ميديال ولا ليترال؟ ميديال، اللي جوه ناحيه النوز، يبقى كده ميديال وكده ايه؟ ليترال. يبقى السؤال اللي بعد كده هو، تعالى نرص العضلات. يبقى مين العضله اللي موجوده فوق دي؟ سوبيريور ريكتس. غلط الكلام. ليه؟ طالما انا شايف اللاكريمال جلاند، وانتوا عارفين ان اللاكريمال جلاند لازقه فيه الايليد، يبقى معنى كده هوت ان اللاكريمال جلاند موجوده فوق المصل اللي ماسكه في الايليد. يبقى اللاكريمال جلاند باينه، يبقى المصل اللي باينه قدامي دي هي الليفيتور بالبيبري سوبريوريس. ما انا دلوقتي عندي ثلاث عضلات فوق اللي هم مين؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس، سوبيريور ريكتس، سوبيريور اوبليك. خلاص سوبيريور اوبليك اهي، مش هتلخبطني، باينه التروكلا بتاعتها. يبقى فاضل اثنين ممكن يلخبطوني، هل دي ليفيتور ولا مين ولا سوبيريور ريكتس؟ لقيت اللاكريمال جلاند يبقى دي مين؟ ليفيتور. حاجه ثانيه تثبت لي ان دي الليفيتور، بص كده على العضله دي، دي اي واحده من الريكتاي، بص اللون الاحمر هنا عامل ازاي؟ لازق في الاي بول. لزق في الاي بول. لكن العضله اللي عندي فوق ديت بصوا مقصوصه ازاي من قدام؟ يعني تحس ان نهايتها مش واضحه. ليه؟ لان هي فعلا نهايتها ماسكه في الجفن، والجفن مقصوص، فهي مش باينه لغايه اخرها. يبقى المصل اللي فوق دي هتبقى مين؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس. فين السوبيريور ريكتس؟ تحتيها مش باينه. مين دي؟ سوبيريور اوبليك. طب كده فوق، ابص تحت، اقلب كده عشان اجيب تحت، يبقى مين اللي تحت دي؟ انفيريور ريكتس. اهي باينه، اهي اخرها، اهي ماسكه في السكليرا فعلا. يبقى مين المايله اللي تحتيها دي؟ انفيريور اوبليك. مش قلنا الانفيريور اوبليك تحت الانفيريور ريكتس؟ يعني هي مش قافله عليها، موجوده حره تحتيها. تمام. يبقى كده فوق وكده تحت، ناقص لي الميديال والليترال. تعالى على الميديال سايد ناحيه التروكلا، بص كده لقيت في عضله اهي، يبقى مين دي؟ ميديال ريكتس ناحيه الميديال سايد، يبقى دي الميديال ريكتس. يبقى فاضل لي مين الناحيه الثانيه؟ ليترال ريكتس. هلف هنا، مش موجوده. ليه مش موجوده؟ اتقصت. ادي اولها وادي اخرها، وهي مقصوصه من النص. مين النيرف اللي اتكشف عندي باللون الابيض ده ورا العين ده؟ ده الاوبتيك نيرف اللي هو الابيض التخين اللي هو اخره ورا اهو. امال ايه النيرفات الصفراء اللي موجوده عليه؟ ما بين الاوبتيك نيرف وما بين الليترال ريكتس، يعني بعد ما اشيل الليترال ريكتس يبان الدايره دي، دي السيلياري جانجليا اهي، هي دي السيلياري جانجليا. يبقى فين مكان السيلياري جانجليا؟ ما بين الاوبتيك نيرف والليترال ريكتس ماسل. يبقى مين الحاجات الرفيعه اللي طالعه من السيلياري جانجليا دي داخله تخرم العين؟ شورت سيلياري نيرفز اللي شايله كل حاجه للعين، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك وايه وسنسوري. تمام. يبقى ادي كده الايه الموديل اللي معانا. امال الاي بول من قدام اسمها ايه الحته البيضه دي؟ سكليرا. امال اسمها ايه الحته اللي قدام دي؟ كورنيا، بس مش واضحه هنا اهوت.
امال اللون البني اللي ورا الكورنيا ده هيبقى مين؟ ايرس. امال الفتحه السوداء اللي في الايرس دي هتبقى مين؟ هتبقى البيوبل. يعني ممكن احط علامه هنا اقول لك ايدنتيفاي تقول لي ايرس، اقول لك منشن تو ماسلز بريزنت ان ذيس ستراكشر، تقول لي مين؟ كونستريكتور اند دايليتور بيوبيلي ماسل. تمام، ادي اول موديل معانا. تمام، هات الموديل ده، ادي كده الجزء ده بيتفك لوحده، ادي الجفون. طبعا ده الجفن الفوقاني وده الجفن التحتاني، اشمعنى؟ عشان دي اللاكريمال جلاند، لاكريمال جلاند بتبقى فوق مش تحت، يبقى ده الابر ايليد وده اللور ايليد. تمام، طب بص معايا، ده الليد هنا اهوت لونه ابيض. يعني ايه اللون الابيض ده؟ لو ركزت هنا هتلاقي الجزء الابيض دوت مخطط. يعني ايه الجزء الابيض ده مخطط كده؟ يعني دوت رقيق، يعني ده اوربيتال سيبتم. لكن الجزء الابيض اللي تحت قرب الايه الفاتحه تخين مش مخطط، يبقى دوت اللي بسميه ايه؟ تارسس. يبقى ده اني تارسس لو اتسالت؟ سوبيريور تارسس. يبقى ده اني تارسس لو اتسالت؟ انفيريور تارسس. يبقى لو بصيت من جوه هنا، ليه التارسس من ورا هنا اهوت لونه مش ابيض زي قدام؟ لان اللي من جوه ده مش تارسس، ده الكيس اللي من جوه اللي هو الكونجنكتيفا. طب اقول لكم حاجه، مش الايبول موجوده هنا؟ يعني الكونجنكتيفا دي عامله كده ولافه مغطيه الايبول، صح الكلام؟ طب الجزء اللي بيغطي الايبول من الكونجنكتيفا اسمه بالبر كونجنكتيفا، لكن الجزء دوت اسمه ايه؟ بالبيبرال كونجنكتيفا. فممكن اسالك ايدنتيفاي بالبيبرال كونجنكتيفا. تمام، في حاجه صعبه كده لغايه دلوقتي؟ طيب ادي اللاكريمال جلاند، مين الماسل اللي لازقه في اللاكريمال جلاند لسه قايلين؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس. يبقى مين الماسل المقصوصه دي؟ ليفيتور بالبيبري. وايه اللي يثبت ان هي في الاخر ماسكه في الجفن فعلا اهو؟ يبقى دي الليفيتور بالبيبري سوبريوريس ماسل. ادي اللاكريمال جلاند، يبقى مين القنوات الخضراء دي؟ اللاكريمال داكتس بتاعتها اللي عددها كام؟ عددها حوالي 12. يبقى فعلا فاتحه فين دلوقتي؟ فاتحه في الكونجنكتيفا قرب اني فورنكس؟ قرب السوبيريور فورنكس بتاعتها. التفاصيل هنا فيها مشكله؟ طيب بص لي هنا اهوت، الدموع هتطلع من هنا تعدي في الداكتس تخش هنا اهوت في الكونجنكتيفا وتروح الناحيه دي. راحت الناحيه دي لقت فتحتين، واحده هنا وواحده هنا، اسمهم ايه؟ لاكريمال بانكتم. بعد كده الدموع هتخش في الانبوبتين دول، اسمهم ايه؟ لاكريمال كانالكيولاي. بعد كده الدموع هتتجمع في الكيس ده، اسمه ايه؟ اسمه لاكريمال ساك. بعد كده اللاكريمال ساك دي المفروض تكمل بقناه اسمها نيزو لاكريمال داكت، بس مش موجوده في الموديل ده. يبقى دي اخر حاجه عندي اللي هي مين؟ لاكريمال ساك. الكلام ده كان مغطي العين بالمنظر ده. ما دام دي الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس ماسل، يبقى مين اللي تحتيها؟ سوبيريور ريبتس وسوبيريور اوبليك. يبقى لو شلت المنظر ده يبقى المفروض دي تبقى مين؟ سوبيريور ريبتس، لان الاوبليك تحتيها. يبقى فعلا دي سوبيريور ريبتس. يبقى مين اللي مقصوصه باينه تحتيها اخرها دي؟ دي سوبيريور اوبليك اخر حته فيها. يبقى مين دي؟ على حسب، انت ما تعرفش دلوقتي، رجع الموديل زي ما كان. الموديل كده اهوت، يبقى دوت الميديال سايد، يبقى دوت الليترال سايد، لان اللاكريمال ساك موجوده ميديالي. يبقى ديت ميديال ريكتس ماسل، يبقى ديت ليترال ريكتس ماسل. يبقى اللي تحت دول هيبقوا مين؟ مش هتتخلع دي. يبقى اللي تحت دول هيبقوا مين؟ مين دي؟ انفيريور ريكتس. يبقى مين اللي تحتها حره دي مايله دي؟ انفيريور اوبليك. تمام، يبقى مين النيرف اللي ورا ده؟ اوبتيك نيرف. طب تعالى كده شوف الطبقات بتاعه العين، مين الطبقه البيضاء اللي بره دي؟ دي السكليرا. المفروض هنا في جزء في الموديل اتشال، كان في هنا كره شفافه كده في المنطقه دي، هتبقى مين؟ الكورنيا. ارجع ورا هنا اهوت، مين النيرف الاصفر ده؟ اوبتيك نيرف. امال ايه اللي حوالين الاوبتيك نيرف الابيض ده؟ دي الديوره. عشان كده الديوره البيضاء دي كونتينوس مع السكليرا، هما الاثنين ايه؟ مكملين مع بعض. طب الاوبتيك نيرف الاصفر اللي جوه ده لو فكيت كده اهوت، ها، وفتحت الاوبتيك نيرف كده، هتلاقي جواه في لون احمر وازرق. مين دول؟ سنترال ريتينال ارتري اند سنترال ريتينال فين، صح الكلام؟ طيب ارجع تاني اقفل الايه؟ الاي بول كده. مين الطبقه اللي كانت بره؟ فايبروس كوت، اللي هي الكورنيا والسكليرا. اسمها ايه الجانكشن دي او الدايره دي؟ كورنيو سكليرال جانكشن. اسمها التاني ايه؟ ليمبس. مين الخرطوم اللي لازق فيها هنا اهوت؟ كانال اوف شليم. فاكرين؟ ها، هشيل بقى ديت واشيل ديت، يبقى مين اللاير اللي مكشوفه قدامي دلوقتي؟ فاسكولار. ادي بلاد فيزلز كتيره اهي. طب الفاسكولار مكونه من ثلاث اجزاء، مين الجزء البني البيجمنتد اللي ورا ده؟ الكرويد. الكرويد لما ارجع لورا هنا هلاقيه محوط الاوبتيك نيرف ينتهي عنده. الكرويد لما اطلع قدام هنا يكمل مع ايه؟ مع سيلياري بادي. يبقى دوت السيلياري بادي.
يبقى مين الملون الكبير ده؟ يبقى دي الايرس. ما دام دي الايرس يبقى مين الفتحه دي؟ يبقى دي البيوبل. يبقى هنا في عضلتين اللي هم مين ومين؟ كونستريكتور بيوبيلي ودايليتور بيوبيلي، تمام؟ طيب يبقى ادي الايه؟ الميدل لاير. افتح الاي بول اكتر. لما افتحها كده اهوت هيبان عندي الميدل لاير اهي. الميدل لاير جواها مبطنها طبقه ثانيه باللون الوردي. دي هتبقى الانر نيرفس كود، يعني دي الريتنا اللي لونها وردي دي، تمام؟ طيب الريتنا هنا اهوت خلصت عند المنطقه الحمراء دي. شايف الخط المشرشر الاحمر اللي عامل دايره دوت؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه اورا سراتا. اسمه اورا سراتا، تمام؟ اللي هو النهايه بتاع مين؟ النهايه بتاعت الكرويد والبدايه بتاعت مين؟ سيلياري بادي. يبقى مين ايه اللي لونه احمر دوت؟ ده السيلياري بادي من جوه. يبقى الريتنا بتنتهي عند السيلياري بادي. يبقى السيلياري بادي هنا اهوت هيكمل بمين دوت؟ بالايرس من جوه، تمام كده اهوت؟ يبقى ما دام ديت الريتنا يبقى مين الارترز والفينز اللي فيها دي؟ البرانشات بتاعت السنترال ريتينال ارتري اند فين، صح ولا لا؟ يبقى ديت الانر لاير بتاعت الايه؟ الريتنا، تمام؟ تعالى لي هنا اهوت. مين ده؟ ده الجزء الجيلاتيني اللي موجود ورا اللي عامل جيلي. هو المفروض طبعا مش مجوف كده، يعني في ماده جيلاتينيه موجوده في قلبه، لكن ده الغلاف اللي حوالين الماده جيلاتينيه. اسم الكره دي على بعضها ايه؟ اسمها فيتراس بادي، او في ناس بيسموها فيتراس هيومر. الفيتراس بادي دوت طبعا هنا هوت برضو مش دقيق قوي. المفروض في قلبه في قناه اسمها هيالويد كانال. فاكرينها جايه منين؟ من السنترال ريتينال ارتري، تمام؟ الموديل دوت ناقصه حاجتين على فكره. اهو بص كده، مين دي؟ دي اللينس. اللينس محطوطه هنا. شايف اللينس لما اتحطت هنا هوت بقت لازقه في مين من ورا؟ الفيتراس بادي. امال اسم المنطقه اللي قدام اللينس دي ايه؟ اسمها بوستيريور تشامبر، اللي هو الفراغ اللي انا بشاور عليه دوت اللي هو ورا الايرس، ده اسمه بوستيريور تشامبر. امال الفراغ اللي قدام ده اسمه ايه؟ انتيريور تشامبر. امال الفلويد اللي هنا اسمه ايه؟ اسمه ايكواس هيومر، تمام؟ سهله الاي بول؟ طيب ادي كده الاي بول. هي نفس الفكره بقى، موديل تاني بيتكرر. ها بس الميزه في الموديل دوت ان هو ثابت في مكانه، يعني هو محدد لك الاتجاهات. ادي النوز، يبقى كده ميديال وكده لترال وكده فوق وكده تحت. ما دام كده ميديال يبقى المفروض هنا في عضله اسمها ميديال ريكتس مستخبيه جوه اهي. ادي الميديال ريكتس مستخبيه جوه، ميديال ريكتس موجوده جوه. يبقى اللي بره دي اسمها ايه؟ لترال ريكتس. ادي اللترال ريكتس. خدت بالك من حاجه؟ ان الاتجاه بتاع الميل بتاع اللترال ريكتس مايله لبره، لكن الميديال ريكتس لو انت مركز فيها هتلاقيها مستقيمه. ليه؟ عشان الميديال وول بتاعت الاوربت بتبقى مستقيمه موازيه لبعضها، انما اللترال وول مايله عامله زاويه لبره، تمام؟ طيب مين اللي مستخبيه تحت؟ دي انفيريور ريكتس. اللي تحت دي مين؟ انفيريور ريكتس. امال مين دي اللي معديه تحتيها المايله دي؟ انفيريور اوبليك. مين دي؟ انفيريور اوبليك. طب سؤال، هنا في جفن ولا مفيش جفن؟ مفيش جفن. يبقى مين اللي مش هتبقى باينه هنا؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس. يبقى مين الاثنين اللي هيبقوا باينين فوق؟ سوبيريور ريكتس وتحتيها سوبيريور اوبليك. يبقى مين اللي على الوش دي؟ سوبيريور ريكتس اهي، بدليل ان هي ماسكه في السكليرا. طب لو شلت السوبيريور ريكتس مين المايله اللي تحتيها دي؟ سوبيريور اوبليك. ومين النيرف اللي مستخبي تحتيهم ده؟ اوبتيك نيرف، تمام؟ الناس اللي هنا شافوها. في حاجه صعبه يا شباب؟ وهنا اهوت اللي احنا ما شفناهاش في الموديل اللي فات هي موجوده هنا. الكورنيا لونها شفاف وعامله بلجنج لقدام، واخده الخمس اللي قدام بس او السدس اللي قدام. في حاجه صعبه؟ حد عنده سؤال؟ متشكرين. ومعلش بقى انا اسف الايه